طيب دكتور رامي، في الوقت اللي وافقت فيه أمريكا على منع التسليح النووي، الصين أيضا يعني امتنعت عن التصويت، لماذا روسيا رفضت؟ في الواقع روسيا تتبع دائما في سياستها الخارجية مبدأ المعاملة بالمهن. فروسيا لاحظت أنه على مدى السنوات وحتى العقود الماضية كانت الولايات المتحدة تتبع أساليب الانسحاب من أي معاهدات أو اتفاقات تكبل أيديها، سواء من جهة الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ أو الاتفاق النووي الإيراني أو معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. أو لذلك روسيا تعتبر إذا كانت الولايات المتحدة تحرر نفسها من أي قيود فلماذا حلال على الولايات المتحدة وحرام على روسيا أن تتجنب دخول في معاهدة قد تشكل عقبة أمام خطوة ما قد تتخذها في المستقبل. ولكن بأي حال من الأحوال العزوف الروسي عن دعم القرار الأممي لا يعني أن روسيا تعتزم نشر أسلحة نووية في الفضاء تلقائيا، والمواجهة في الفضاء حاليا هي أقرب إلى المناقصة والتجسس. فمثلا روسيا لها 3 مطارات فضائية، اثنان منهم مدنيان أي فوستوتشني في أقصى شرق روسيا وبايكونور التي تستأجره روسيا من كازاخستان. لكن كذلك روسيا لها مطار فضائي بليسيتسك تابع لوزارة الدفاع الروسية يستخدم لإطلاق أقمار صناعية ذات أهداف عسكرية من جهة إقامة اتصالات عسكرية والتجسس، ولكن لا يعني أن روسيا ستستهدف دولا أخرى من الفضاء.